المكرونة البشاميل أشهر وألذ أكلة مصرية. يلا بينا، أول حاجة هنعمل حشو اللحمة المفرومة، بصل ونشوحه في زيت وزبدة، وبعدين ننزل باللحمة عليه ونقلبها كويس، ونحط لها ملح وفلفل وشوية بهارات صغيرين. عشان نخليها مميزة بقى هنزود عليها ايه؟ صلصة وبابريكا وزعتر، طماطم، فلفل أخضر وجزر. وهنعمل البشاميل 4 من كل حاجة، 4 معالق دقيق وزبدة، وعليهم 4 كوبايات لبن. هقلب الدقيق والزبدة لغاية ما يبقوا كريمي كده، وانزل بثلاث كوبايات لبن، واخر كوباية هخليها تدريجي انزل بيها واحدة واحدة عشان القوام يبقى مظبوط. وممكن ازود نص كوباية كريمة بدل اللبن لو عايزاه دسم اكتر. اتبله ملح وفلفل، لو رشة جوز الطيب يبقى عالمي. هسلق المكرونة واصفيها، وفي نفس الحلة هقلب عليها 3 معالق كبار من البشاميل. عايزة كل المكرونة يبقى عليها بشاميل، ورص راق مكرونة، راق لحمة مفرومة بالخلطة الخطيرة اللي عملناها سوا، واخر راق مكرونة. وننزل بالبشاميل الجامد جدا 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 على الطاجن بتاعنا، ودوقوا بقى يا جماعة، مكرونة خطيرة خطيرة خطيرة. هنضف الطاجن وندخله الفرن 1/3 ساعة من تحت و10 دقايق من فوق، وتبقى اجمد صينية مكرونة بشاميل مصرية جاهزة ومية مية.